السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم من قناة هايداي، ورجعت لكم بفيديو جديد من لعبة هايداي. خلونا نبدأ، بس قبل لا نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا رجعنا لكم شباب. طبعا مثل ما شفتوا هاي الادوات كلها اللي سويناها بهذيك الحلقة، نعم هي حتى الخطيرة والمعافية. زين هذا اللي نشتري ملعبنا، هاي نشتري ملعبنا مع أن شيء نقدر نكمله كيكة سكر بني ما عندنا. شوف هذا شريط 5 ب56، لا لا هذا بعد 49 دقيقة. يعني شنو شنو 5 بيضات، هذاك رادها 90 حقها، وهاي 6 بيضات رادتها 108 حقها، يعني ليش ما بعتها؟ هاي والله ديناميت ما احتاجه، بس انا مو ذاك السعر. شباب رجعنا لكم، بس بحضر جبن هذا بيض ولحم وشوف بعدنا بقلع بعدها. أي تقريبا شباب صفيت مزرعتي اللي كان فضل لي من شهرين ومزرعتي تصير صافية وأقدر أحط على ملعبتي. هاي تريد تفاح؟ إيه صحيح، خلنا نجمع التفاح. خلينا نجمع التفاح الثاني وحدة، بس هتصير صار بيتي أحلى. بعد شديد خلينا نفاش الكل. هاي فاش اسوي بي؟ ابيع لو احتاجه. اتوقع احتاجه. ما عندك الزمن القرن ولا مكان الدجاج. رجعنا لكم شباب، بس اوريدي بسوي اكل بس ما عندنا برا. اوكي مو مشكلة، خليتنا برا. شباب لقيت اكثر واحد يبيع بواحد هذا. يلا شباب رجعنا لكم، هسه بعد ما اشترينا ذرة راح اسوي اكل الحيوانات. هاي ليش ما مشترين ذرة توتنا؟ وين راحت؟ يلا شباب رجعنا لكم، هسه هذا الذرة يبيع بواحد بس، أحسن يلحق قبل ما ياخذوه. هذا خش هسه الباقي خلي ياخذوه، عنده كومة ذرة. اهو هالمرة قمح ما عندنا ما شاء الله، وما عندنا مكان نزرع. هذا قمح بواحد فد 20 نحتاج، او ايه صومة ممتلئة. هسه بيع شوية ذرة. يلا شباب رجعنا لكم، هسه العرض مفتوح راح ابيع فد 2 ذرة.
هسه راح نروح نشتري القمح. حلو والله، الصومة صارت ممتلئة فعلا. هاي ثلاثة، هاي هنا ثلاثة، إن هاي واحدة موجودة، زبد موجود، حطينا كل شي، فوشان موجود، وفطيرة موجودة. خلنا نحضر لنا هاي. يلا شباب، انتقلكم من هاي المزرعة على ذيك المزرعة الثانية. يلا شباب، رجعنا لكم من هذيك المزرعة. هسه حاليا هذا الصندوق، اوف 13 جوهر انطانا. نحصد المحاصيل، الصومة ممتلئة. ثلاثة يبون 43 نبيعها. روح اجمع الباقين، اش ابيع بعد؟ لا بيع بعد ذرة. طبعا ما شوفتكم هاي الآلة من آسف شباب، انقطع الاتصال نص التصوير. فهاي الآلة اللي بالهدية ما شوفتكم هذي بهي بهذيك الحلقة، اللي ما صورتها وحطيت ايه هذول الثلاثة، مو ما صورتها لي نسيت. مو راح افتح لكم اياها. هاي انت طاحون السكر، اقطع هاي الشجرة واخذ اللبن. ايه اتذكر سوينا اكل هذيك الحلقة. هسه شباب راح اوكل الابقار، وراح اوكل الدجاج. والله راح يكفينا اكل الدجاج تقريبا، ما شو ما ياكلون. ايه هاي يمي ها، هذول دجمعهم اكلوا. ما ظل عندي ولا اكل، كل دجاج روح روح. هاي كل ابقار، انت روح. 26 ذرة عندي، فرصه يزرع. هاي ازرعها، ازرع هاي من القمح. هذا عصير البان، هاي اثنين. ما نخش هدية، شو راح يجينا مستوى 8؟ لتزيين مزرعتك. مهم بوشار، واحد جوهرة. ايه تجي البوشار همينة. هاي لحد الان ما حد اشتراها ما شاء الله. ما ظل عندنا شيء. يلا شباب، هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وباي.